الكل كيتسائل علاش، واش كاين سميتو، واش كاين شي اصابات، واش كاين جماع. ما كانت حتى شي اصابه، كانت اصابه واحده ديال العرجون اللي هو اضطرينا باش نخرجوه. و ثم كان شويه ديال، بطبيعه الحال كانوا شويه ديال العياء، لان كان شويه ديال العياء، لان المرض ديال الكوفيد كيعطي العياء، واللي كيقول لك ما كيعطيش العياء راه هذا خاطئ. والكوفيد هو مرض كيقيس جميع الاعضاء ديال الجسم، كيأثر على الجهاز التنفسي، على الجهاز ديال القلب، على كذلك الجهاز العضلي، العضلات الى اخره. لا لا لا، اصابه خفيفه، ما ماشي خفيفه. وهاد المده هذه ديال الراحه اللي خداوها غادي يخضع للعلاج بطبيعه الحال، زائد الراحه، فالعلاج زائد الراحه اللي غادي يخضع عليها، والعلاجات مكتفه، غادي يكون جاهز للمقابلات ديال البطوله ان شاء الله.